استقاري مرحبا بك خبرنا باش فهمونا تم موقع كان صاروين استقاري ديجا درنا معك حوارات يعني باش نقز لك الاسئله العاديه من هو استقاري من هو ندخلوا ديريكت في الموضوع استقاري الناس اللي كيسولوا كيفاش كدير توفق ما بين متطلبات العمل البرلماني ومهام التسيير المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية للإخوة في موقع بركان 49 على هذه المتابعة على هذه يعني بغينا نقولوا يعني التركيز ديالهم على هذا العمل فيما يخص يعني سواء سابقا أو لاحقا. فجوابا عن سؤالكم فالعمل البرلماني يعني هناك يعني يتم واحد التوفيق ما بينهم جوج لا ما بين العمل البرلماني ولا حتى كذلك ما بين العمل داخل الجامعة. أنا أرى فيه واحد التكامل، أرى فيه كذلك واحد النوعية ديال العمل اللي ما كانش سابقا، وأصبحت أدرك أن الإنسان عندما يجمع بين العمل الجماعي والعمل البرلماني يكون يعني مهيئا وكذلك مستعدا لطرح مجموعة من القضايا وفي نفس الوقت معالجة مشاكل وقضايا محلية اللي هي كتنتظرها الساكنة وكذلك التجاوب ديالنا مع مشاكل ديال المواطنين. أنا لا أرى فيه صعوبة بل بالعكس أرى فيه قوة وأرى فيه دعم وأرى فيه كذلك يعني واحد التحقيق لمجموعة من المطالب مجموعة من القضايا وكذلك مجموعة من وكذلك تحصيل كذلك بعض المكتسبات. هذا كله يروم الى ان العمل البرلماني يتوافق مع العمل الجماعي والحمد لله اننا تدربنا على العمل الجماعي ونحن الان نعرف من اين وكيف يمكننا ان نلامس القضايا المهمه لطرحها وكذلك لمناقشتها على مستوى قبه البرلمان. السي القاضي كيقول قد يوقع انه ازدحام في الملفات يعني من كتكون الاولويه؟ الحمد لله يعني كما قلت يعني نحن نشتغل في اطار التنظيم ديالنا داخل المؤسسه ديالنا في اطار واحد فريق العمل. هذا فريق العمل هو الذي يسهل هذه الماموريه. فانا بالنسبه لي فكل مجال له قضاياه ولكن التكامل هو الذي حددته في السؤال السابق. اذا العمل الجماعي يبقى بالنسبه لي هو ركيزه واساسيه اللي من خلاله كتبرز قضايا اللي ممكن تطرح على مستوى البرلمان. انا ارى والله اعلم ان البرلمان ان شاء الله سنواكب فيه ما هو تشريعي بالخصوص. نحن اليوم نناقش يعني على مستوى القائمه على مستوى الاوراق وهو هي الماليه قانون المالي ديال 2017 ولكن هذا في نفس الوقت سيدفعنا كذلك الى مواكبه المشاكل المحليه وفي نفس الوقت كذلك اقتراح بعض القوانين اللي ممكن انها تكون على مستوى يعني البركان على مستوى الاقليمي. القوانين يعني الاولويات في التسيير المحلي بالنسبه للاولويات ديالنا حسب البرنامج المسطح على المستوى المحلي ارى كذلك وهذا اشتغلنا عليه كثير ان هناك مجموعه ديال الملفات وان كنا ما زلنا يعني الى حدود الان بعد مرور اكثر من سنه ونصف نحن الان نباشر فقط يعني وضع واحد الهيكله واحد البناء واحد الاليات ديال الاشتغال اللي تكون اساسيه اللي نصححوا فيها بعض الاختلالات السابقه وكذلك ان نتوجه مباشره الى المشاريع. نحن الان بصدد يعني التهيئ والبحث وكذلك تجميع بعض المشاريع الكبرى التي تنتظرها بركان بالخصوص. اذا نشتغل الان على الملفات اللي هي ملفات مهمه ولكن هذا كما قلت مهم ولكن الذي كلفنا اكثر ومازلنا كنشتغلوا عليه هو ارساء واحد البنيه ديال الموارد البشريه قويه للمواكبه وكذلك لمتابعه قضايا ديال الساكن. يعني كما كنعرفوا انه بغينا نعرفوا يعني طبيعه الاختيارات يعني مستطرف البرنامج ديال تنميه الجامعه يعني والمنهجيه المتبعه لاعداد هذا البرنامج يعني كيفاش صحيح. دابا الاخوه اللي كما تعلمون على ان القانون المنظم ديالنا ديال الجامعات اللي هو 113/14 ينص على ان الجامعه انها خاصها دير واحد البرنامج عمل البلون داكسيون. هذا البرنامج ديال العمل الان نشتغل عليه هو الذي سيضم وسيعطي توجه ديال الجامعه على مده 6 سنوات
وسيكون واحد التقييم مرحلي واحد التحيين على مستوى 3 سنوات. هذا البرنامج هذا بلان داكسيون درنا له المرحله ديال التحسيس، درنا الان ما هو يعني بنيوي باش يمكننا نستقطبوا ويمكننا كذلك نشاركوا مع مجموعه ديال الهيئات، وكذلك الاشتغال على مستوى يعني الموظفين ديالنا ديال العماله المهندسين التقنيين، وهذا كلهم الان كيشتغلوا على اننا نوضعوا واحد البرنامج اللي حنا قطعنا فيه واحد الشوط كبير، ومازال اننا خصنا كذلك ان شاء الله باش نفوتوه في الدورات المقبله باش يمكننا نصدقوا عليه. هذا البرنامج فيه مشاريع، فيه كذلك بعض الامور اللي الجماعه كانت كتحتاجها هذه سنوات، على راسها الا بغينا نقولوا مثلا محطه طرقيه، على راسها كذلك المجزره، كذلك بعض الملاعب ديال القرب، بعض القاعات ديال المخطط اللي نستوعبوا بها يعني الفئات اللي هي الشباب، كذلك على مستوى يعني واحد المرافق الان كندبروا بشكل يعني مهم، وان كنا ما زلنا كنتعاركوا مع هذا الملف هذا هو ديال الاسواق، اسواق ديال القرب، كل هذا متضمن في البرنامج العمل بلون داكسيون اللي ان شاء الله غادي نحرصوا باش ننفذوا. وهذا توجه جديد، ما كانش توجه جديد، لان المجلس الان سيحاسب على هذا البرنامج، سيحاسب على البرنامج اللي داروا، كذلك ان عنده امكانيه انه يحينه، وكذلك سيظهر للساكنه على ان هذا المجلس كيشتغل او انه خارج يعني التغطيه ديالنا. السي القاضي بغينا نعرفوا الوضعيه الماليه للجماعه. الوضعيه الماليه يعني هي حاليا بالنسبه لي الا بغينا نتكلموا على يعني السنه الماضيه اللي شدينا المسؤوليه، يعني شدينا بواحد الفائض ديال 300 مليون. وان كان هذا الفائض هذا ماشي هو المطلوب، ماشي هو المنتظر من جامعه بركان. جامعات كنعرفوهم في المغرب يعني اللي عندهم نفس البنيه ديال بركان، يعني كيديروا فائض ديال 8 ديال 7 ديال الملاير ديال 5 ديال الملاير. حنا شدينا جامعات 300 مليون، وهذا انا بالنسبه لي اعتبره مؤسف، و يعني ما يخليناش نبحثوا، ما يخليناش نتحركوا، معنا اننا لا شيء. ما يخلوش كذلك حتى الضوء اللي كنوصلوا في الغالب بعض المرات كنوصلوا بمليار ديال السنتيم سنويا. ولكن هذه السنه كذلك يعني بحكم اننا تحركنا، ولكن دائما في ارصاء ديك البنيه وكذلك التصدي لبعض الاختلالات وبعض المشاكل، حاولنا باش نوصلوا ل 500 مليون، وكذلك نعتبر ان 500 مليون هي لا شيء، فنحن نصبوا ونطمح الى ماذا؟ الى تحقيق واحد الفائض اللي غادي يكون فائض ان شاء الله فائض حقيقي، واننا كنديروا مشاريع تنشتغلوا تنديروا تدبير كذلك موفق تنصرفوا فلوس، ولكن في نفس الوقت كنرشدوا، ولكن كذلك اننا تنحققوا الفائض الحقيقي اللي نتمنى ان شاء الله انه يتحسن في المستقبل. بالنسبه للموارد الجبائيه واش كاين يعني شي مدخول منها، واش كاين شي متابعه لهذ الموارد؟ هناك متابعه، هناك كذلك يعني امور حثيثه في هذا المجال هذا، والمورد الاساسي الكبير اللي ربما كنعتمدوا عليه في الجامعه ديالنا ديال بركان هو السوق الاسبوعي او سوق الجمله. هذا السوق هذا هو اللي كيعطينا واحد الفرصه اننا نحققوا فيه كذلك بعض المداخيل اللي تجاوزت هذه السنه، هذه تجاوزت 560 مليون، وهذه كنعتبروها انه واحد الرقم اللي مهم، ولكن ماشي هو مازال ما راضينش على اننا ندخلوا في السوق الاسبوعي او سوق الجمله، كذلك ندخلوا 560 مليون. هذا هو المورد الاساسي ربما اللي عندنا في الجامعه، بالاضافه كذلك الى الرسوم ديال البناء الى اخره والرخص، هذه كلها كتعرف واحد التراجع بحكم يعني الاوضاع الاقتصاديه اللي الاخوه ربما تعرفونها كذلك جيدا، هذه كلها كانت مؤثره على هذه المداخل، كذلك يعني بعض المداخل الاخرى اللي كانت ديال التجزئات اللي كلها، ولكن ما تمشيش في واحد الاتجاه كما عندنا السوق كذلك سوق الجنه. اذا نحن نصب ودائما نطمح الى تحقيق يعني مداخل، وواحد النقطة اللي كنبحثوا فيها اليوم وهي اللي راه شاغلنا، واننا نريد ان نبحث ونريد ان نجمع، بغينا نجمعوا كما نقولوا بالاخر، يعني كاين عندنا مداخل ديال الجامعة اللي هاربة لنا هنا وهنا وهنا، وبعض المرات كنحصلوا كذلك في الاحصاء ديالها في الجرد في المراسلات، عندنا في الباقي استخلاصه الان الى حد اليوم وصل تقريبا زيد من 8 ديال المليار. باقي استخلاصه معناه ان هذه سنوات ماشي في عهد هذا المجلس ولا المجلس السابق ولا، ولكن هذه المجالس كلها اللي احنا كنتحملوا المسؤوليه ديال خصنا كيفاش ندبروا هذا المبلغ هذا اللي هو باقي استخلاصه، اللي هو حقيقه مشكل انها اموال ديال الجامعه، ولكن
ما كندخلوهاش، ما كندخلوش الخزينه ديالنا، ما كتغنيش الميزانيه، كذلك مداخل اخرى اللي كنشوفوا الان هربا لنا في القطاعات الغير مهيكله. كاين شي قطاعات ما مهيكلاش، يعني ما كنستطعوش اننا نوصلوا لها باش يمكننا ندخلوا هذيك المداخيل. وهذه راه حنا وضعنا لها واحد السياسه بالحضور ولا بواحد اللقاء مؤخرا مع السيد القابض الاقليمي وكذلك الخازن الاقليمي، كان واحد اللقاء يعني كان بالنسبه لي كان منتج، واتفقنا جميعا على واحد الاليه اللي يمكننا ننميو بها ان شاء الله هذه المداخيل يعني في القريب العاجل. غير السوق الاسبوعي او كذلك السوق الجمله نعاود غير حاولنا انه بشكل بسيط وحاولنا ندير واحد المجهود اننا زدنا دخلنا مجموعه ديال المداخل اللي كانت هربه لنا ديال الكريه ديال 12 عام ديال 10 سنين وان شاء الله عطات نتائج، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله الى في المستقبل. السي القاوري يعني كتقوموا بتقييم هذا المجلس؟ صحيح، ولكن ماشي واحد التقييم اللي ربما تقييم يعني اللي هو الان تعتمد عليه بعض الاساليب ديال الانتاج، ولكن هو تقييم يعني نعتمدوا فعلا الطاقات ديالنا والقدرات ديالنا، ماشي تقييم اللي مبني على هيكله وعلى مؤشرات. والحمد لله يعني ما كنخليوش شي هفوه، كنعثروا عليه الا وكنصحوها وكنوقفوا معها باش نعدلوا الامور ديالنا. سي القاوري يعني ما مدى تنزيل هذا البرنامج المسطح؟ هاد الاهداف حنا كما قلت يعني حنا كننتظروا ان شاء الله باش نصادقوا عليه، وغادي نكونوا حاضرين كاع جميع ان شاء الله، كذلك حتى وسائل الاعلام حتى هي فهي مدعوه باش ان شاء الله المصادقه على هذا البرنامج اللي غادي يخلي لنا كذلك في نفس الوقت كي ندير البرنامج ديالي معناه ينبغي نضع امامي الاليات، خصني نضع كيفاش يمكن الوسائل اللي يمكن ننفذ بها هذاك البرنامج اللي غيدخل ان شاء الله في اطار شراكات اللي كنبحثوا عليها اليوم مع الجهات اللي مع مراكز يعني ربما مهمة اللي عندها تمويل بحال مجلس إقليمي بحال مجلس الجهة، كذلك على مستوى بعض التدخل على مستوى الوزارة ديال الداخلية في إطار يعني داكشي الدعم ديال الجامعات، هذا كله يعني بغينا نمشيو فيه باش يمكننا نبحثوا على هذا الدعم، ولكن بهذه الوسائل إن شاء الله اللي خصها تطلب منا مجهود كبير، وهذا هو اللي الآن ربما كنحسوا به اللي خصنا نواكبوا حنا جميع، خصنا نخلقوا فريق عمل كما قلت قبيله داخل الجامعة، لان الامور ماشي سهله، لان الجامعه اجبرناها في واحد الوضعيه ربما يعلمها الجميع، وضعيه صعيب مكوليه ولكن الحمد لله يعني الامور دابا لان كاين بعض الحوايج ما تيبانوش، كنتائج ما تيبانوش اليوم، ولكن بركه اليوم الان يمكن نقول بان وضعناها على السكه، وما بقاش دابا الان الرجوع الى الخلف، وما بقاش الان السماح ما هو غير مقبول، شي ظواهر كانت غير مقبوله الان ما بقاتش عندها مكان وما يمكنناش نرجعوا للخلف. سي مصطفى، واحد الموضوع اللي ضيع بزاف ديال الاخر، ولكن حتى الصحافه ما عرفناش علاش ما تعاملتش معاه بواحد الجديه، كان قليل المنابر الاعلاميه تبعوا الموضوع، كاين اللي ما طلعش حتى الموضوع، وهو الزياده في التعريفه ديال حفلات فوربان. عندنا معلومات ان مدير الشركة اقترح عليكم واحد الدائرة ولا نخوي البنات، هادشي اللي بغينا نعرفو دابا، الناس بغاو يعرفوا اللي هو اسم الواقع، حتى الاجتماعات ما فهمناش يعني كيكون فيها واحد الاخر هذا دوز معلومات، بغينا غير نعرفو يعني اسم الواقع في هذا الموضوع ديال حفلة فوربان. طيب يعني هذا السؤال يعني بالنسبة لي هو جدير بالطرح، لأنه كما قلنا يعني أن أمور ينبغي أن تصل الى الساكنه وان يكون هناك تواصل، وان كنا يعني انا اعتبرها يعني صراحه نقر بها وان عندنا واحد التقصير على مستوى التواصل مع الساكنه، التجاوب مع المبالغات السريعه، التجاوب كذلك حتى بعض الاشاعات بعض كذا، يعني ملي كيبقى المجلس غايب يعني في الحقيقه كيعطي بعض الانطباع لانه راه كاين شي اشكالات، وقد قد ياتي المرء ويقول لك اودي بان هذا الشيء اللي تقال راه صحيح. اذا نتمنى ان شاء الله انا غادي ندير واحد لا ستركتور، واحد البنيه كذلك ديال التواصل اللي حنا كنشتغلوا عليها في اطار الاورغانيغرام الجديد اللي توصلنا به مؤخرا جانا من العماله تمت المصادقه عليه، باش نخلقوا ان شاء الله واحد الخليه ديال التواصل والتجاوب معها، لان هذا موضوع مهم اسال كثير من الميدان كما قلت، جعل الموضوع كذلك معركه، وان كانت امور هي كتبان لهم امور قانونيه، الشركه يعني حنا تعاملنا معها في البدايه ملي دخلنا في اطار التمديد باش يبقى عند عقد امتياز، باش يمكن نقولوا ديرا حنا عندنا واحد باش نديروا واحد الثقه في الشركه
وهي كذلك تبادل بنفس نفس الاخر انها تخدم وتشتغل، لكن مع الاسف يعني في هذا الشيء اللي شفناه في هذه الزياده ديال التصعيره يعني دار لنا مشكل، دار لنا حرج، خاصه انه كان في خرق القانون وتجاهل كذلك، لانه عندما نقول خرق القانون معنى ان الذي ربطنا بشركه فوغال هو كناش تحملات واتفاقيه. كناش تحملات واتفاقيه الان تم خرقهما في هذا البند هذا بالذات اللي هو ديال الزياده. الزياده رغم اننا في الحقيقه يعني هذه الزياده كان خصها تكون هذه سنوات، لانه كيقول في القانون بان خص كل مره يزيد واحد 10 سنتيم يعني، وهذه تقريبا مده هذه في حاله يعني احترم وحتى في الولايات السابقه اللي كنا فيها في المعارضه يعني كنا كناديو بالاصلاحات ناديو بتحسين الخدمات، ولكن ماشي اشكال انها تكون زياده طبقا لماذا؟ طبقا كذلك للقانون. ولكن اللي افاض الكاس واللي ما قبلناش وما ما تهضمش لنا كجماعه واعتبرنا الجماعه بحال حائط القصير كل شيء داخل فيها كل شيء، وهي انه دار الزياده بشكل احادي انه ما تشاورش معنا ما جلسناش، والقانون ينص على ان الزياده من صلاحيات لجنه مختصه اللي فيها اللي من بين العناصر ديالها والاخر هي سميتو هي الشركه وكذلك المجلس. اذا حنا درنا اللازم صراحه ما جلسناش، لان حنا حريصين باش نكونوا بجنب الساكنه، حريصين درنا واحد البلا كنبهوا فيه الساكنه على انه راه الشركه دارت شغليتها، كذلك بلغنا السلطات، بلغنا كذلك جميع الجهات المعنيه على انه فوق الان يخرق القانون، لان الشيء اللي عندنا حنا ما غاديش نقدر نوقف الطوبيس ونحبسو. حتى الاجراءات القانونيه مشيتو فيها. الاجراءات القانونيه مشينا فيها، ووصلنا حتى اننا درنا له انذار ديال خمسه ايام الى ما تراجعش عليها كنمشيو لواحد الفصل اللي هو التالي، كنخليه هو التالي هو الفصل 35. هذا الفصل 35 كيتكلم على يعني فسخ العقد. فسخ العقد معناه كتنتهي المهمه وكتنتهي داك العقد اللي بيناتنا مع شركه فوغال. هاد خمسه ايام لم تستجب لها الشركه، واضطرينا باش نتبسوا على انها لم تستجب، انا درنا مفوض قضائي اللي مشى عند الشركه وضبط الامور ديالو، لان كنا مستعدين اننا نمشيو للمحاكم، لان ممكن يقول لك اودي هادشي اللي دار قانوني، حنا نقولوا ماشي قانوني، اذا اللي غادي يفصل بيناتنا هي المحكمه، ومشينا يعني في هذا الاتجاه هذا. مؤخرا يعني ماشي بزاف هادي دار واحد اللقاء اللي هو اللي ممكن انا نقول الاخوه شنو نقول الساكنه كذلك نخبرهم بهذا المعطى الجديد اللي كاين. درنا لقاء كان مكتب المسير اللي كان كيمثل هو الرئيس السيد الرئيس، كنت حاضر معنا بصفتي انني هو المفوض في هذا القطاع هذا في هذا الشيء ديال المرافق ديال النقل ديال المفوض، وحاضر معنا كذلك رئيس اللجنه، واستدعينا كذلك رئيس الشركه وبحضور يعني السلطه المحليه اللي كتشخص في الشخص ديال السيد الباشا. وكان هناك حوار يعني كان هناك نقاش، الخلاصه ديال هذا اللقاء هذا هو انه صاحب الشركه يقر بالخطا، انه دار خطا، وهذا الخطا هذا ربما ما كانش متعمد، لانه العمال والمستخدمين يعني تما ساهموا في هذا الشيء اللي وقع. اذا هو الان يقر ويضع امامنا اي حاجه ممكن نديروها الشركه. وكنا اقترحنا باش تكون عندنا واحد الدائره، ديك الدائره زائد ماذا؟ زائد اننا نعطيه ملف مطلبي مجموعه الخدمات ينبغي ان تنجز، وهذا هو الشرط اللي وصلنا له. وبقى دائما بقى يعني نبغي نقولوا قرار اللي يعود الى ماذا؟ الى المجلس. اللي كيهمنا من هذا الشيء كامل هو ان الشركه كتقر الخطا ديالها. طلبنا منه باش يتراجع على الزياده، قال لك ودي انا ما غاديش تكون ما عندهاش واحد ماشي براتيكابل، ما يمكنناش عاود غدا نقولوا دوك الناس اللي كيركبوا المرتضين ديال الطوبيس باش نرجعوا لسته دورو، وحنا دابا ممكن انا غادي نجلسوا ونتفقوا بالقانون ان الزياده غتكون زياده، نعاود نقول له عاود يلا زيد عاود سته دورو. قال لك ودي انا بالنسبه لي راني مستعد، اي حاجه درتوها راني واجد، بما فيها كما قلت انت الكلام ديالك، بما فيها انني نمشي في حالي، بما فيها انني نمشي في حالي. وهذا الكلام هذا يعني له ما له وعليه ما عليه، لان احنا بالنسبه لنا هذا القطاع هذا من اللي وصلنا له وبغينا باش نخدموا عليه ان شاء الله في هذا المجلس هذا، يعني كنا كنتمناو في البرنامج ديالنا الانتخابي اننا ننتقلوا من تقديم الخدمه اللي كنشوفوها كاملين، الطوبيسات مكتظه، الواقيات ما كاينينش،
كذلك الاوقات ما محترماش الى اخره، بزاف ديال الحوايج الاسطول ينبغي ان يتجدد. هذه كلها امور كنا كنشوفوها وشخصناها في البرنامج الانتخابي ديالنا، وقلنا ودي هذه ضروره ملحه باش تقاد هذه الامور هذه، ولكن كنا تنطمحوا الى حاجه اخرى اساسيه وهي تاهيل هذا القطاع، تاهيل هذا النقل الحضاري بحيث كيواكب المستجدات اللي كاينه، يواكب العصر، يولي المواطن يستفيد من خدمات بالفعل، ماشي خدمات اللي هي قديمه وكلاسيكيه، بل تكون خدمات اخرى ربما اللي تكون جديده. مع الاسف يعني هذا الشيء كله تبخر مع الشركه، احنا كنا نتمنوا اننا نكونوا شركاء بيناتنا، تكون عندنا شركه حقيقيه، وكذلك المجلس كذلك كيدير الدور ديالو. يعني واش المهم يعني من بعد هذا الكلام ديال السي المدير ديال شركه حفله فوغاد، يعني واش المهم ديروا انتم؟ صحيح، يعني بالنسبه لي انا عطيتك غير دابا كيفاش كنتمشاو يعني داخل المجلس، لان حنا بغينا نبنيو واحد القرار اللي ما تكونش عنده تبعات. يعني اي قرار قد يقدم عليه المجلس في فك الارتباط ولا غيره الا عنده تبعات وعنده ثمن. اذا حنا كنحاولوا باش يمكننا ندرسوا مزيان الموضوع من جميع الجوانب ديالو، لان الهم ديالنا وكاين دابا اللي ربما هذا الكلام لا يصدقوه، الهم ديالنا هو المواطن. حنا جينا كنمثلوا ذاك المواطن، حنا جينا نمثلوا المصلحه ديالو، جبرنا واحد الوضع قائم، هذا وضع قائم حنا كنحلحلوه باش يمكننا نساهموا كما قلنا في التنميه ونساهموا في هذه الحوايج، ولكن دائما كنجبر راسنا بان مكتفين، لانه كاين قانون وكاين واقع اخر مزري، كاين واقع اجتماعي، كاين واقع اخر اللي ربما ضغط علينا كذلك، اللي كيخلينا باش المواطن يكون عندنا هو الاولويه والاسبقيه. اذا هذا الخلاصه اللي قلت لك خرجنا بها في المكتب المسير اللي درسناها مزيان وتعمقنا فيها، بقى الان اننا كنمشينا للجنه وعقدنا ديك اللجنه اللي راه هي مكلفه بالمرافق العموميه. هذه اللجنه درست الامور، واللجنه هي لجنه ماشي مقرره، ما كتقررش، هي عندها صفه استشاريه، دارت توصيات، عرضنا عليها شنو دار في المكتب المسير، عرضنا على شنو قال لنا فوغال، وعطاتنا توصيات، وحنا دايرين ان شاء الله في الاسبوع المقبل باش نجتمعوا كمكتب مسير باش يمكننا نبتوا. وممكن اننا الى الاخوه مشاو درسوا الامور وصلوا ممكن نوصلوا اننا نوصلوا للدفع في اتجاه انه الفصل 35 اللي هو فك الارتباط. هذا هو الان اللي كاين الى حد الان. مازال لم احنا اجتمعنا كرجنا، ربما يمكن الاخوه يوصل لكم هذا الاخر شويه الاخر. وصلنا هذا الاسبوع، هذا درنا اللجنه، اذا الاسبوع القادم توصيات ديال اللجنه غادي كذلك نعاود ندرسوها، وفي التالي يمكن خصنا نحسموا هنا كنكتب التوصيات. تشوفوا التوصيات عاود دابا جديد مره اخرى عاد تخرج القرار. احنا ان شاء الله غادي نخرجوا القرار، والقرار دابا واضح، هو اننا اما اننا غادي ناخذوا الخيار كما قال هو غادي يمشي فعالي، لان هذا موجب لتطبيق الفصل 35، ولكن يمكن ناخذ الشطر الاخر اللي هو يعني فيه واحد المرونه وفيه اننا نحافظوا على المرفق باش يبقى يتمشى. وشنو نديروا معاه؟ غادي نديروا معاه انه يخبروا الراي العام على انه غلط، اذا خصو يدير واحد البيان او شي صيغه. ثانيا اننا نتفقوا على الدائره، والدائره لابد خصها تكون. ثالثا ان هناك ملف مطلبي يكون فيه تقييم اللي يكون ناشي التحملات. اخويا انا خصني الواقيات شحال خص ديال الوقت، انا خصني مستودع شحال ديال الوقت، انا خصني تنظيم ديال الاسطول، انا خصني اله الجر الى اخره. هذه كلها امور اللي غتكون كذلك بلا كونتر بارتي ديال هذيك الزياده، وفي ذلك الوقت قد نقر بالزياده، لان علما هذيك الزياده بعض المرات المواطن ما كيستافدش منها، كاين اللي ما كيعندوش صرف ما كيترجعش له، كيجيب 3 دراهم ما كاين الصرف كيخلي 3 دراهم وكيمشي بحاله. كتمشي واحد 10 صرف. واللي ما عجبنيش هو انه يعني كاين الناس اللي كتكلم على ان المواطن ما احتجش، ان المواطن ما زكاش كما تيقولوا الاخر. الحقيقه انا بالنسبه لي حنا كنا نزكيو بلاصتو، حنا كنا كندابزو مع الشركه، لان انا نمثل المواطن. واحد المواطن كيسول على مشكل ديال البيع والتجويل تحت حول المرشي، المهم نقولوا بها كان صحيح. هذا ملف كما قلت في الاول هو ملف شائك، ملف اللي صراحه عطينا اولويه، ربما الراي العام كيتابع، عطينا اولويه وحاولنا باش نستمروا واحد المبلغ مالي كبير في اطار الشراكه مع الانضياش
وكيرجع كذلك الفضل يعني العمل ديال الاقليم اللي ساعدتنا كثير يعني في هذا المجال هذا باش درنا واحد المجموعه ديال الاسواق. هذه المجموعه ديال الاسواق يمكن درنا واحد التقييم واش ناجحه واش ما ناجحاش، نعتبره يعني فرصه لامتصاص هذه الظاهره ديال البيع الجائلين. ودرنا السوق مرزوق واحد زوج سيدي احمد بركان كنخرجوا هذه المره تيخرجوا وتيدخلوا يعني اسواق النموذجيه يعني استراتيجيه باش خدامين بها غير ناجحه. نعم صحيح يعني كاين اشكالات. نعطيك انا مثال لان احنا دابا احنا رحنا كنجلسوا معاهم تقريبا الموضوع ديال البائع الجائلين وديال الاسواق راه يوميا كنداولوا الحضور كذلك ديال السلطه المحليه وكجبرناه بانه في الحقيقه معضله لانه الاشكال اللي كاين هو اننا ان هذه الاسواق يعني ما التجار تيقول لك اودي حنا ما حسين كنحسوا راسنا بان كنبيعوا ونشريوا مزيان لان فين كاين الاخر الاشكال هو في البائع الجائلين اللي كيكونوا محيطين بالسوق وكاننا درنا اسواق ولكن ما وفرناش لهم الظروف ديال النجاح. ظروف النجاح هي انه ان المواطن خصو يمشي للسوق خصو يدخل السوق هذاك السوق ديال القرب هذا ما كاينش. مادام ان البائع الجائلين كاينين في الاخر هذا كيطلب منا كمجلس باش نوجدوا لهم الحل كذلك بحالهم بحال اللي دخلوا الاسواق. كاين شي خطوات اقوى من الحملات كما يقولوا خفيفه ظريفه وكيجيو قال يعني شي حاجه يعني اللي تاثر نيشان يعني صحيح. دابا حنا كاين امثله يعني مدن مغربيه اخرى يعني دارت عده الحلول وناجحه يعني اضعف الايمان اننا ناخذوا واخا غير الفكره ديال الحموله. صحيح. دابا انا بالنسبه لي هو حتى الخصوصيه ديال المدينه او الخصوصيه ديال الاقليم وجماعة بركان هو اننا عندنا واحد الاقليم ولا واحد الجماعه فلاحيه وهذا وبالضبط يعني كتظهر فيها الفلاحه ولا الشيء الموسمي وهذه كتجيب لنا يعني مجموعه ديال الناس اللي كيجيو يلتحقوا في بركان باش يخدموا باش يا ريت الاخوه لو شافوا هذه معضله اللي كتارقنا يوميا وهي ديال الموقف. راه ملي كنمشيو للموقف مع 4 الصباح ولا 3 ديال الصباح كتشوف البشر اللي كاين تما كتقول اودي هاد الناس فين كانوا واش بالفعل راهم في بركان وخاصه ملي كيمشيو يخدموا وكتطلع الشمس ما كتبر حتى شي واحد وكيمشيو عدد قليل اللي كيمشي للخدمه اذا الاخرين اللي كيمشيو هادو كلهم تيلتجؤوا لهادشي ديال البائع الجائلين. في الحقيقه حنا درنا شي اجراءات تدبيريه كاين اللي راه مستعجله واتفقنا فيها مع السلطه وهي الان اللي عندنا فيها واحد التعثر وهي القضية ديال الدوريات بعض المرات كتخلينا مشكل وكتخلي دوك البائع الجائر كيتجمعوا قدام السوق وهذا كيخلي دوك الناس اللي في السوق سواء في الرياض سواء تيبغيو يخرجوا لانهم ما تيبيعوا ما تيشريو. اذا ضروري اننا نحركوا هذا العامل ديال اش هذا العامل ديال الدوريه اللي تكون مستمره وتكون فيها بالفعل دوريه حقيقيه دير الدور ديالها وهذا هو اللي حنا كنشاركوا فيه كنجلس وبغينا نزيدوا نتعاونوا فيه اكثر مع السلطه باش يمكننا ننجحوا. وكاين الشق الاخر اللي هو يعني فيه ربما تقني ويحتاج منا الى توسيع هذه الاسواق الى احداث ربما بعض الاسواق اخرى ديال القرب. لماذا لا؟ وكان عندنا مؤخرا واحد الاجتماع مع واحد الشريك اللي هو شريك ديال القطاع الخاص اللي كذلك انه مستطاع انه يساهم في هذه الاسواق اللي كتسمى الاسواق الشعبيه اللي كتكون ديال الاحياء. إذن هذه المعضلة اللي عندنا ديال هذه الأسواق ولكن نحن نفكر فيه صباح مساء. حنا كمجلس الدور ديالنا هو نوجد لهم البديل والحل وهذا كنشتغلوا عليه والإخوة البائع الجائلين كيعرفوا النيات ديالنا وكيعرفوا كيفاش كنتحركوا. حنا رحنا معاهم وإن شاء الله هذوك الفراشة ولا أي واحد اللي راه تيبيع في الزنقة ولا إلا وخصنا ندوروا على الحل وفي نفس الوقت ينبغي أن نحمية كذلك الملك العام من الاحتلال نحمي الملك العام كذلك من لان المواطن الان يريد ان يتحرك بواحد السهوله سير الجوالات خصو يتحرك خصو يجبر الطريق يجبر الى اخره وهذا بعض المرات كيعرقلنا هذا الشيء ديال البائع الجائر كيعرقلنا هذا الحمول. السي قاولي كنت في قضيه الميزانيه كنت هضرت على ترشيد النفقات مثلا اليوم كاين واحد المواطن كيتشكى في مزنقه بحيره زهري كيقول بانه ما كانش الوضع الحار وكيزفتوها وما مسوقين حتى لواحد رغم انهم صافو شكاوى.
هاد مثلا مثال كاين امثله اخرى بالنسبه للواد الحار. الواد الحار غير هذا المشروع اللي ربما كبير وهضرنا فيه يمكن سابقا مع الاخوه ربما ناقشنا هذه القضيه. هذا قضيه التسفيت دابا هو اللي دابا هذا 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 التسفيت هذا كديروا كتديروا الاخر الان بعمران وهاد التسفيت هذا كيجي في اطار هذا البرنامج كما قلنا اللي دار ديال توسيع الشبكه ديال الماء صالح للشرب وكذلك اعاده الاخر هذا الشيء ديال الواد الحار. ودرنا واحد اللجنه خرجت السبت اللي الجمعه اللي فاتت وكذلك عاود هذا الخميس هذا اللي كذلك باش شفنا هذه المشاكل ونحن مستعدين انا غادي نسجلها باش نعاودوا ان شاء الله الاثنين ولا هذا الشيء صحيح صحيح لان علاش ما دابا دابا الاشكال اللي خصو يعرف المواطن ان البلديه ماشي هي حامله المشروع. البلديه ماشي هي حامله المشروع. عندنا المشكل مع لونيب. الحقيقه لونيب دابا هي اللي معذبانا وهي اللي محرجه لان هي صاحبه المشروع وماشي حتى الاقليمي الجهوي. وهذه المؤسسه اللي كنحترموها كتعطي شركات. الشركات الان اللي تعاملنا معها ناكد لك بانها شركات غير مواطنه غير صالحه. ولكن حنا ماشي حنا اللي كنعطيوها المارشي ماشي حنا اللي انا صراحه يعني تعبتنا بزاف لان ملي كتجي كتجبر بانه هاد المشاكل الان اللي فات تدير ديال المال العام اللي كتقول لي مثلا لازاري ولا تقول لي المحال ولا الزلاقه ولا بوهديله ولا تجبر بانه الشركه ما كديرش الدور ديالها ما كديرش الواجب ديالها في الوقت اللي كدير فلوس ماشي سهله. راه هذا المشروع ديال 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 شبكه الواد الحار ديال الماء راه واصله يعني 24 مليار من القوه وحل جانب كذلك من الاشعاع لان كاين اللي ما عرفش كاع الان مجموعه الجامعات وشنو هو الدور ديالها وفين كتدخل واش هي كمجلس واش الى اخره. من الناحيه القانونيه نكمل لك هو انه تسليم السلطات ما كانش مشكل لان تسليم ما معنى تسليم السلطات هو شنو هو شحال كاين ديال الاليات اللي راه حنا عيناهم شحال كاين ديال سميتو ديال لان تسليم السلطات امور عاديه شحال شنو كاين في الميزانيه شنو 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 هي الديون اللي كاينه كيفاش التعامل مع الشركه اللي هي افيردا ومع الشركه ديال اس او اس وكذلك شنو هي الخروقات او شنو هي الملفات ربما اللي الان راه مازال كتدرس وهذه انا صراحه يعني كنت جد مسرور لانه الوقت اللي تسلمت هذه المهمه ديال مجموعه الجامعات انا اعتبرها مهمه سهله وبسيطه. علاش؟ لان كنقول مجموعه الجامعات تدبروا مرفق واحد اللي هو النظافه والنظافه راه داخله في المهام ديال الجامعه وكانك تدبر مرفق الجامعه غير شنو هو انك كتوسع على مستوى الاقليم وكاين جامعات اللي قويه اللي هي ربما صمام الامان بحال بركان بحال احفير بحال اكليم بحال سيدي سليمان هذه جامعات اللي كتنتج يعني عندها نفايات وكنحاولوا باش ان شاء الله نوسعوا الخدمات على مستوى كاع الجامعات اللي ديال الاقليم اللي تنقدروها وكتراها مواكبه على العمليه. اذا هذه كلها امور اللي كنحسوا باننا كندبروها في اطار عمل جماعي اللي هو عمل ديال الجامعات الترابيه يعني ما كاينش اشكال. ملي تقلدت المسؤوليه يعني خرجت التقرير ربما الاخوه طلعتوا عليه هو التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات 2014 وشنو جبرنا فيه؟ جبرنا فيه شي امور اللي هي كتعلق بالاداره خصها تقاد كاين شي امور اللي كتعلق كذلك بالمقر بالارشيف يعني شي امور مهمه اللي انا اعتمدت عليها ولكن الحاجه الوحيده الان اللي هي مازال مطروحه للنقاش ومازال ما مشاش المسار ديالها في الاتجاه الصحيح ديالو وحنا غندفعوا فيه في اتجاه اننا نديروا لجنه تقصي الحقائق وندفعوا في اتجاه كذلك القضاء اذا امكن وهو قضيه المنتزه ديال الزلاقه. هذا المنتزه هذا انا ما عرفتش كيفاش حطوا فيه مجموعه الجامعات هذا لان التمويل هو اللي ربما خلى ان مجموعه الجامعات هي اللي عطيوها هذا البعد هذا ديال الاقليم وان هي اللي تدبر هذا المرفق. هو المطرح العمومي اللي هو مطرح عشوائي ديال الزلاقه هو ديال جامعه بركان كان في الحقيقه ان ذوك الفلوس اللي هي 860 مليون كتمشي لجامعه بركان وتخرج مجموعه الجامعات. مجموعه الجامعات تقلدت المهمه في العهد ديال الرئيس السابق وقع مشكل ديال انه ذاك الورش او ذاك المقاول انه دار وقعت له شي مشكل ديال شي شيك ولا وهرب خرج خارج المغرب المشروع وقف ما كملش
دا شي فلوس ربما دا شي 400 مليون اللي داها ديجا تعطات له. وهاد الامور كلها دابا الان راه في التقرير. انا الحمد لله هو انها مكتوبه في التقرير ديال من ديال المجلس الاعلى للحسابات. دابا خصها غير فقط انها تفوت القضاء وتتم عمليه المحاسبه. دابا اللي ضاع الان شكون؟ وهي الساكنه وهو هذاك المطرح العشوائي الان اللي اصبح نقطه سوداء. وحنا غنديروا ان شاء الله الجهد ديالنا وجبنا واحد الشركه اللي مشات زارته وغطرح لنا كيفاش يمكننا غادي نتعاملوا معاه. كيفاش يمكننا نتعاملوا معاه هذا المطرح العشوائي ديال الزلاقه؟ لان هذوك الناس ديال الزلاقه راه كيعانيوا. لان حنا كنمشيو تما وكنشوفوا غادي واحد اليومين كنا تما. يعني كاين معاناه ضروري ان خصنا خاصه على المغرب خاض هذا البعد ديال البيئه ديال كوب 22. يعني غادي بعيد ماشي. اذا لا بد اننا نتحمل المسؤوليه ديالنا باش نعالجوا هذه القضيه بيئيه اللي هي ديال الزلاقه. ولكن الخرق اللي كان هو هذا بالنسبه لمجموعه الجامعات. حاجه اخرى وهي الديون اللي جبرنا ديون مجموعه الجامعات الان متقلب الديون الان كتوصل لازيد من 6 مليار اللي كتسنى الشركه الاولى وهي افيردا وكتسنى الشركه ديال الاس او اس. اذا هاد 6 مليار الان كيفاش غادي نديروا ندبروها وكيفاش كتجي؟ واش سوء تدبير واش الى اخره؟ كاين واحد الاشكال هو ان الجامعات ما تتاديش ذاك المبلغ الحقيقي. الا كتنتج لنا مثلا 100 طن ما كتخلص الجامعات على 100 طن، ما كديرش في الميزانيه ديالها 100 طن، كدير نقل. نعطيك مثال بركان باش ما غاديش نهضر ربما على شي جامعه اخرى يقول لك اودي راه كتستهدفنا ولا بركان. النفايات ديالها ملي تنوزنوا داك الشيء تنجرو بان عندها مليار و700 شحال كدير هي في الميزانيه؟ تدير مليار و200، اذا 500 مليون فين كتمشي؟ كتولي عجز. ايوا كل سنه غادي نبقاو غاديين هكذاك. وهذا ينبغي ان نجد له الحل باش الاخوه يفهموا مزيان علاش بالضبط كاين دابا هاد الديون. الحجم ديال النفايات اللي كتبرمجوا الجامعه ماشي هو المبلغ الحقيقي اللي خاصها تدفعوا في الاداء. نخبر الاخوه على انه الثمن ماشي سهل. الثمن ديال الطوناج ماشي سهل. راه عندنا تقريبا شي 23230 درهم للطون بالنسبه للاس او اس وشي 300 وشي حاجه بالنسبه للافيردا. مجموع ديال شي 500 ازيد من 500 درهم للطون بالنسبه لهذا الشيء ديال النفايات. يعني حاجه ماشي سهله اللي خصنا ان شاء الله نوضعوا لها كذلك برنامج ونشتغلوا عليها جميع. وكذلك الخروقات نحن مساعدين باش اي خرق كان الا نتصدوا له. سي قوري ملف الاطار بعد قضيه النفايات، كنت واحد الوقت هضرت على قضيه النفايات الطبيه وقلت بانه خطر كبير كيهدد السكينه. واش كاين شي تدابير الى حد الان؟ يعني انا بالنسبه لي كاين اشكال ديال النفايات الان، ماشي النفايات المنزليه كما قلت ولكن هي النفايات الطبيه. والخطير الان هو انه اصبحت النفايات الطبيه كتخلط لا مع النفايات المنزليه وهذا اشكال. الان كيفاش كتجمع؟ ما عنديش انا شي جواب لان طرحناه في مجلس ديال الجامعه ديال بركان وناقشناه في اللجنه ومع الاسف استدعينا المندوب واستدعينا ولكن ما كانش شي نتيجه باش نعرفوا ان كيفاش يمكن نتعاملوا مع هاد النفايات اللي هي النفايات الطبيه. نعلم انه المستشفى ديال الدراق عندهم واحد البروير اللي كيطحن هذيك الاخر واش كيشتغل الى اخره. حنا كنا درنا واحد الزياره ما عرفتش دابا الان الامور كيفاش كتمشي لان النفايات الطبيه صراحه دايرنا مشكل. وطرحنا كذلك مع السلطات الاقليميه باش يمكننا نديروا شي طريقه ديال الجمع ديالها لان ماشي فقط غير المستشفى حتى المستوصفات وحتى كذلك المختبرات كلها وحتى كذلك حتى المطرح او حتى كذلك بعض المرات نجبروا شي حوايج كذلك حتى المجزره لانه النفايات الطبيه راه كتكون في مجموعه ديال المرافق. اذا كيفاش يمكننا غادي نتخلصوا منها؟ جمعنا كذلك كل المسؤولين في واحد اللقاء مؤخرا باش ندوروا واحد الاليه ديال جمع كيفاش يمكننا نجمعوا هذه النفايات وان اقتضى اننا نفوتوها لشركه ديال القطاع الخاص. السي القاري المواطن كيقول يعني بركان تبدلت علينا في هذه الايامات واش كتصبغي في المناسبات؟
يعني ربما الاخ الكريم يقصد يعني هذا الشيء ديال الماراثون. احنا صراحه انا بالنسبه لي يمكن نتمنوا على ان نكثروا من الماراثون، لانه ربما تيكون حافز يعني باش يخلينا كنشتغلوا. ولكن هذا صراحه هذا بالنسبه لي هو فقط يعني كيكون واحد انك كتعاود ترجع المدينه الى حله اخرى، ولكن هذا كنعتبره بانه ماشي صحي. حنا كنشتغلوا في اطار واحد البرنامج ان شاء الله اللي غادي يكون يعني يواكب هذه الاحداث، ولكن حتى هذا عمل بالنسبه لي ما غاديش يمكن نقولوا ديرها ما كاين. في القول ديالك واش هو نتاج تقصير قبلي او امر روتيني؟ هو يمكن نهضروا عليهم بجوج، يمكن الجواب يكون بجوج، هذا وهذاك بجوج، يعني لا قبلي ولا سميتو. لان الاشكال فين كاين هو انه المدينه ملي كتبغي تقادها الا تدير لها واحد البرنامج، وذاك البرنامج كتكون تشتغل عليه، فاذا بك تجيك واحد التظاهرات اللي كتبان بانه راه كاين بركان، راه تبدلت، كاين الصباغه، كاين هذه. حنا بالنسبه لنا هذه التظاهره ترحبوا بها وتنبغيو انها تهيكل، لان في الحقيقه هي غادي تكون بركانيه، واحد المنطلق، واحد العاصمه اللي فيها هذا الماراثون، اللي فيها العدائين، اللي فيها ناس. ولكن في نفس الوقت خص الجامعه كذلك ما تبقاش تشتغل بالمناسبات. نتفق مع الاخ الكريم، وهذا ماشي سلوك ديالنا، ولكن خصو يعذرنا، احنا جبرنا هذا الشيء. احنا رانا بغينا ان شاء الله باش ما يبقاش يبان اننا المدينه تغيرت، كاين تظاهره. احنا ما بغيناش هذا الشيء، وحنا يلا عندنا واحد العام، ازيد من عام ونصف، مازال احنا تندابزوا. وين قبري سابقا كنت قلت بعد في نفس السياق ديال الرياضه انه وجب تخصيص 400 مليون للرياضه ببركان، قلتها سابقا. يعني واش في نفس الهضره اللي قالوا البنيان؟ صحيح، انا بالنسبه لي ما يمكنش عاود غادي نقولوا بانه هذه الجامعه ولا هذا المجلس ما عندوش، ما حاضرش عنده البعد الثقافي والبعد الرياضي والاجتماعي. صحيح، لانه ما يمكنش. بالنسبه للثقافه والرياضه نعتبرها واحد المجال ماشي سهل، لان خصنا نستثمر تما. يعني باغي ان نستثمر في هذه المجالات الرياضي والثقافي وكذلك الاجتماعي. يعني بالنسبه لي قد ما انا تمنينا اننا غادي نديروا جوج المليار، 4 المليار في الفائض، ما غاديش تبان لي 40 مليون اللي غادي نعطي لواحد التظاهره. دابا الاشكال هو انه ميزانيه بركان مرهقه، ما جبرناش مشاريع اللي كتدخل الجامعه، مشاريع المهيكله للجامعه، ما جبرناش هاد الحوايج. الا كان عندنا الفائض ان شاء الله العام الجاي فالامور ستزدهر بالنسبه لي كرياضه وكثقافه، لان ما يمكنش نتخلاو على هاد المجالات، والا غادي يسميونا بشي سميه اخرى عاودينا ما دامنا لا رياضه لا ما نعرف. حيت شحال من واحد كيقول بان بركان فيها غير رياضه. يا ريت كانت فيها غير الرياضه، دابا فيها الباعة الجائلين، فيها بغيت نقول كاع اي حاجه اللي تحتاج للمجلس انه يكون واضح فيها، يوجد لها البديل، الباعة الجائلين، الاسواق، المجزره، المسمكه الى اخره، يعني امور اللي خصنا نقادوها. راه هذاك الشيء صحيح، يعني كما قلت راه امور ماشي هي هذيك، ما غاداش هي هذيك. ولكن السي القوري، يعني كاين ايام المعارضه الناس كيقولوا بانه السي القوري تبدل من ايام المعارضه لليوم. كمثال على ذلك كيقولوا بانه كنت ديجا، وكاين واحد الفيديو رفعت شعار ارحل العمل الاقليمي، وكنت لدرجه انك استعملت كلمه استبداد وتحكم، يعني واش متغير في السي القوري؟ لا، وبحقيقه يعني بالنسبه لي ما تغير حتى شي حاجه في الشخص، ولكن الذي تغير هو الموقع. انا ما غاديش يمكن دابا الان غادي نجي بحال اليوم والدكتور غتسولني تقول لي ودي شنو درت في هذه، نقول لك غادي نبقى نحتج او نستنكى. احتج على من؟ احتج على نفسي. دابا الموقع الذي نحن فيه الان هو موقع ديال التسيير، ما يطرح، ما ينبغي ان اضعه امامي كمطلب او كاحتجاج، فهو احتجاج موجه للمجلس نفسه. إذا لم يتغير أي شيء، المواقف ما زالت هي المواقف، الجدية هي الجدية، المعقول هو المعقول. حنا جينا للمجلس ماشي جينا باش ننتفعوا، ولا جينا باش كما كيشوف البعض. حنا جينا باش نخدموا الساكنة، ولكن باش داك الشيء اللي كاين، وأقولها في جملة، إننا ندبر إكراهات ولا ندبر اختيارات.
شي خويفة مزيان، إننا ندبر إكراهات لحد الآن، ندبر إكراهات داخل الجامعة ولا ندبر خيارات، لأن كما قلت أنت الجامعة كتجبرها فين ما حطينا يدنا إلا وكاين المشكل. إذا يعني لا صافي الاخوان، اذا هذا الشيء اللي قلت لي ديال المعارضه، اذا مثلا قلت لي ودي مثلا السلطه، سلطه اقليميه ولا سلطه محليه، كيف ساتعامل مع السلطه في موقع المعارضه، وكيف ساتعامل وكذلك مع موقع التسيير، وان كنا كنمشيو في خط واحد واضح، لا في المعارضه ولا في الاغلبيه، ولكن نريد ان نربط علاقه وطيده اللي تكون حقيقيه وتكون كذلك ديال التعاون ما بين السلطه الاقليميه وكذلك السلطه المحليه، وهذا كيتجلى في مجموعه ديال الحوايج اللي ربما غتبان الايمان تبان النتائج ديالها يعني في المستقبل. المستقبل هو الكفيل بالحكم عليها. اذا نحن مع التدبير اللي مهم، مع التعاون ديال السلطه، السلطه هي شريك كذلك، نعتبرها شريك لانه هي اللي بغينا نقولوا مجبر التعامل ضروري، لان ما يمكنش مثلا نعطيك مثال، كيفاش يمكن لك غادي تحل المشكل ديال الباعه الجائلين مثلا؟ لابد ان نتعاون مع السلطه. كيفاش يمكننا ننفذوا بعض المشاريع اللي هي عندها ارتباط اجتماعي؟ ضروري انك غتكون مع السلطه المحليه وكذلك السلطه الاقليميه. والسلطه الاقليميه كنشوف بالدعم القوي ديال المحل ديال السلطه المحليه في شخص السيد الباشا، صراحه يعني كاين واحد المجهود، كندبروا الامور وكنبحثوا على مصادر التمويل وكنحاولوا باش نرضيو يعني واحد الشريحه مهمه ديال راه في المجتمع اللي هي عندنا كساكنه. وهذا هذه رساله كنوجهها كذلك للسلطه سواء كانت اقليميه او محليه، لانها كتواكب مع المجلس كتدعمو كتساندو. ربما هذا يقلق البعض، ولا يريد ان يكون هناك تناغم بين السلطه والمجلس، وهذا امرهم وهذا يعني يخصهم. مواطن كيسول كيقول لك شنو قدمت الجامعه لباقي الرياضات من غير الرياضات المعهوله؟ واش مقدمه الرياضيين اللي كيشرفوا لي تبارك انا ارى والله اعلم، على انه مثلا في نقيه الميناء فهي كتعطي للجميع، يعني جميع الرياضيات لا الرياضات. وحنا الان مشينا بعيد مع النهضه البركانيه، على ان تشكلنا واحد المكتب مديري ونبقاو نتعاملوا معها في المنح مع المكتب المديري، وفي نفس الوقت مع كره السله وكره اليد وكذلك، يعني هذه الرياضات حنا بالنسبه لنا راه كلها في نفس الاهتمام، ليس فقط غير الماراثون وليس فقط كذلك غير كره القدم. علاش في كره اليد راك عارف واش كيتنقلوا لي؟ انا عارف يعني المشاكل اللي كاينه في كره اليد، وحنا راه حنا عازمين ان شاء الله في هذه الدوره الاستثنائيه باش نمثلوا لهم في المنح، لان كنشوفوا بان هذا اشكال عندهم وهذه معاناه. ولكن انا بالنسبه لي يعني حنا مستعدين حتى مع الفرق الاخرى اللي هي ماشي هي اللي عندها البطوله، حنا كذلك مستعدين ان نتعاونوا معها في اطار الجمعيات الرياضيه. حنا موجودين كذلك، حتى الدعم اللي كنحاولوا كندقوا البيبان باش نعاونوهم راه حنا موجودين كذلك. انا بالنسبه لي لن نقصر وكذلك لن نبخل عن هذه الرياضات كامله، وما عندناش اسبقيه لهذا ولا هذا. في الشأن الحزبي، السي القاوري ما يقارب 10 سنوات امضيتها على راس الكتابه الاقليميه للعداله والتنميه بمدينه بركان. واش يعني الناس كيسولوا واش اعددت كوادر وقيادات اخرى؟ والحمد لله يعني في الحقيقه ليست 10 سنوات كما قلت، لا وهي ازيد، وان كنت يعني دائما اشتغل في الخلف، يعني في الخلفيه ديال العمل. والان الحزب يعني مع مرور يعني طور العمل وكذلك ولا اعطى الثمار ديالو، ولا الحزب حزب مؤسسات. القانون الاساسي ديال الحزب يعني مؤخرا يعني في السنوات الاخيره انه دار واحد التغيير اللي هو مهم، وشمل كذلك جميع الهيئات المجاليه بما فيها الامانه العامه والكتابات الجهويه والكتابات الاقليميه والمحليه. راه ما خصش الكاتب الاقليمي ولا الجهوي ولا المحلي ولا حتى الامين العام انها تعدى سنتين او عفوا ولايتين. دابا كيوصلنا يعني من داخل الحزب العداله والتنميه في مدينه بركان، كيوصل انه في حاله يعني كاين شي تصويت كاين شي حاجه، الناس هكا في العداله والتنميه كيقولوا ما عندناش من غير القاوري. لا في الحقيقه دابا هو شوف، يعني انا بالنسبه لي ما عرفش الاخوه كيفاش كيتعاملوا، لان الان حنا بالنسبه لي ملي كنديروا الديمقراطيه
الديمقراطيه كيطبقوها يعني الشباب الحزب والاعضاء الحزب هما اللي كيديروا الديمقراطيه هما اللي تيصوتوا ملي تيصوتوا على مصطفى القوري واش غتقول لهم ما تصوتوش وحنا بالنسبه لنا يعني ما كناش نخليو الفراغ لان حنا كنشتغلوا الصباح مساء هادشي ماشي عاجبنا ماشي ديالنا حنا بغينا باش نكون هنا ونكون هنا وبغينا باش لان حنا ما عندناش هاد السياسه ديال الكرسي حنا الان نريد ان نوزع كما قلت لك الان القيادات الحمد لله الان الحزب الان فيه من يستطيع ان يحمل المشعل فيه من يريد ان كذلك ان يساهم يعني بواحد النصيب اللي ماشي سهل الحزب الان ما يمكنناش فهو معفى وصحي واجد مصطفى القوري يشتغل ماشي هو كفرد كما قلت لك قبيله راه حنا نشتغلوا في اطار واحد فريق العمل مصطفى القوري ماشي وحده هو اللي كيجيب هاد النتائج واللي كيحصل هاد التواصل هو اللي كي صحيح انه كاين الشخص ولكن لابد من المؤسسه انا حريص على اننا ننظموا الاقليم كامل ملي كننظم انا الاقليم معنى ان اللي خدام ما غاديش نكون هو الان مثلا كتابه اقليميه احنا مقبلين على مؤتمر اقليمي من بعد المؤتمر الوطني اللي ما غاديش نسمح لي باش نعاود نولي كاتب اقليمي وهنا سيفتح المجال لمن؟ لقيادات اخرى اللي تشد المشعل وهي الحمد لله موجوده في الحزب. السي القوري غادي نمشيو لواحد الموضوع شويه بعيد الفضاء المغربي المهني باقليم بركان السي الحزب بعد الدوليه نهار 26 ابريل 2013 واش كيبان انه قام بالدور ديالو في جعل المهني في السلطه المدنيه؟ صحيح انه دابا الحزب باش نقول لك يعني لماذا انتجأ الى تاسيس هذا الفضاء المغربي المهني هو نفسه لماذا التجأ ودار واحد الهيئه سماها الشبيبه ولماذا دار هيئه الاطباء وهيئه المحامين وكذلك الاخوات يعني النساء يعني باش القضايا اللي كتخص ديك الفئه خصها تناقش على مستوى انا ما يمكنليش انا كاستاذ في التعليم غادي يمكن لي نفهم انا شنو تيدير شنو خاص الطبيب ولا يمكن لي نفهم في ذاك التاجر اذا الحزب الان دار واحد الهيكله دار واحد البنيه هو انه يخلق هيئات كما قلت لك هيئات موازيه لكل هذا الطلب الامور ديال ديك الفئه الفضاء المغربي المهني لعب واحد الدور كبير والحمد لله راه حنا ما كناش نتصوروا انها غتكون عندنا نتيجه مشرفه في الانتخابات السابقه ان جبنا واحد المقعد ديال اللي كما قلت الاخ حسن السميري في مداخ يعني ماشي ديال التجاره يعني ماشي ملي كنخرجوا الشارع بكري نسولوهم على الفضاء المغربي المهني باقليم بركان نمشيو عند الناس مهنيين صحيح تلقى ما يعرفوش صحيح يقدروا ما يعرفوش حتى حزب عداله التنميه ولكن يقدروا يعرفوا بالكيران لان كعاب دابا ملي كتكلم نتايا في واحد التخصص دابا حنا راه عودنا للتخصص راه يمكن تهضر له على الهيئه كامله يقدر يقول لك اودي ما يبقى ولكن ملي كتقول انت الفضاء معناها كتخصص معناها كنستهدفوا صحيح ان الفضاء ما عندوش مثلا ما اشتغلش بواحد القوه ما برش المجهودات ديالو ما الى اخره وهذا هذا 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 السؤال يطرح على الاخوه على مستوى الفضاء المغربي المهني باش ان شاء الله يكون واحد البرنامج اشعاعي ويكون المساهمه فاش في هذا الشيء ديال الشغل في احداث مقاولات صغرى في الانسجام كذلك مع التصور اللي هو ديال المغرب التصور ديال الحكومه مع التوجه كذلك ديال كما قلت ديال الحكومه يعني هذا كلها امور اللي خص الفضاء المغربي للمهنيين خاصو يواكبها وخاصو ينزل عند التجار ويتواصل معهم ولعله ربما قادم على اللقاء ربما في هذا الاطار هذا في الاسبوع المقبل على ما اعتقد. في الاطار واحد المواطن كيسول على مشروع الحي الخاص بالحرفيين والصناع التقليديين سيرتو النجار والحداده. هذا المشروع هذا احنا دابا الان ربما وصلنا رحنا في الدراسه ديالو ربما يمكننا عندها واحد الشهر ولا اقل باش تكون واجده والحمد لله دابا الان المكان كاين موجود وحنا وجدنا كذلك حتى اللي غادي يتبنى معنا يعني كشريك اللي هو القطاع الخاص وهذا يمكن كذلك غادي يكون الموضوع ديال النقاش ديالنا ربما في هذه الايام المقبله باش يمكن نوضحوا هذه الفكره اذا الان حنا واصلين للدراسه العقار اللي هو مشكل راه موجود وكذلك حتى القضيه ديال التمويل واللي غيدعمنا وهو القطاع الخاص واحد الشركه اللي كتهتم بالاسواق المتمويله الاسواق الشعبيه ولكن ممكن انها تمشي معك حتى في هذا الشيء ديال الحرفيين وناقشنا معاهم غير هذه واحد غير الجمعه يعني غير البارح كان عندنا واحد اللقاء معاهم ناقشنا معاهم قلنا حنا مستعدين ودرنا معاهم واحد اللقاء ربما واحد نص نهار كامل في النقاش
وكان واحد العرض كذلك في الجامعه حول هذا الشيء ديال التنظيم ديال الحرفيين، لان برزنا المشاكل اللي كاينه. دابا الحرفيين كيعانيوا في الاحياء وحتى الساكنه كتعاني، اذا لابد من ايجاد حل، وهذا هذا مشكل احنا طارحينه كذلك حتى في البرنامج اللي قلت لك قبيله ديال البلان داكسيون. البلان داكسيون المشروع ديال انك دير حي صناعي ديال هذه الحرف، وهذا راه موجود ومغادي ان شاء الله ننفذوا اجلا ولا عاجلا. سي مصطفى، نهار 24 ماي 2015 حل بمدينه البركان السي سعد الدين العثماني. 2015 حيت قال ان الحزب يعني داير نصيب كبير لمدينه بركان من التنميه في اجنده الحزب، يعني هل انتخابه رئيس الحكومه يعني سيسرع في تنزيل هذه المشاريع؟ صحيح، انا بالنسبه لي اذا سعد الدين العثماني يعني هو كرئيس حكومه الان اللي راه معين وسيتم ان شاء الله التنصيب ديالو في ما قريب. احنا من الجانب ديالنا يعني كحزب يعني غادي نكون ان شاء الله يعني قوه ضاغطه، وبالاحرى هو اننا غادي نتكلموا في اطار البرلمان. احنا كبرلمانيين لابد ان تكون بركان حاضره في التنميه، لانه تنشوفوا بانه بركان، وهذا ربما هو الاول السيناريو ولا القصد اللي كان كيقصد السي سعد الدين العثماني ملي كان زارنا هنايا، هو هذا القصد، هو انه بركان الجهه الشرقيه بحقيقه يعني كنلمسوا ان هناك مشاريع دارت فيها، مشاريع قويه ماشي سهل، وكاين بعض الاقاليم اللي انطلقت ذاك الاقلاع التنموي، ولكن بركان عرفت واحد التاخر ما واكبتش هذا الاقلاع هذا الا في هذه السنوات الاخيره، يعني بالحلول ديال هذا السيد العميل ربما اللي كيدير واحد المجهود كبير في هذه العمليه ديال ارساء بعض القواعد اللي خاصه اللي هي كمشاريع تنمويه. اذا انا بالنسبه لي سنشكل ان شاء الله قوه الضغط، سنتحرك في هذا المجال باش نجيبوا ان شاء الله مشاريع اللي ماشي سهله، مشاريع لمدينه بركان، وساحاول كذلك انقل الثقه مع باقي البرلمانيين باش نديروا ان شاء الله هذه القوه ديال الضغط تكون كذلك شامله وتشمل كذلك باقي البرلمانيين اللي راهم في الاقليم ان شاء الله. المواطن كيتسال على الاهمال اللي طريق ديال سوق مرزوق حديقة سيدي حميدة بركان ومساحة وطن، يعني واش كاين شي برنامج انهم البرنامج الان اللي مطروح هو هذا الشارع اللي كيأدي لسوق مرزوق اللي هو الشارع اللي في الشرعة، يعني هو الشارع هذا مهم ودرنا فيه اجراءات، لان الاخوه خصهم يعرفوا بان شنو درنا. كاين توسيع كاين وسعناه، درنا اللي كان صعيب هو قضيه الهدم، اذا وسعناه ولكن بقى الان التاهيل، والا شفتوا راه حنا ما بغيناش نديروا فيه شي حاجه، لانه خصو يدخل في واحد البرنامج ديال التاهيل اللي غادي ان شاء الله غادي نشوفوا نحركوا معنا كذلك حتى الجهات اللي هي الجهه باش تساهم معنا الجهه باش يمكننا ناهلوا هذاك الشارع، وهو غادي يكون ان شاء الله شارع ممتاز، شارع مهم اللي غادي يمشي حتى غادي يوصل حتى يعني حتى المدرسه ديال المسيره، يعني واحد الشارع ماشي يعني ماشي سهل، شارع يعني اللي راه سميتو. بالنسبه للمسرح الهواء الطلق راه حنا اقترحنا في اللجنه باش نزيدوا نديروا لواحد ناتوا واحد شويه وديروا واحد البارير، واحد الحواجز، واحد السياج اللي يكون شويه عنده واحد الجماليه، لان حنا ملي درنا واحد التشخيص جبرنا بان انه كي يعني تيجلسوا في تما الناس كيفوتوا وسط منه، يعني ما عندوش واحد الحمايه، حنا ان شاء الله بغينا نخلقوا واحد الحمايه، وانا اعتبر هذاك الفضاء فضاء مهم وحنا دايرين كذلك حتى في البرامج ديالنا ما يمكنناش نتخلاو عليه، لانه بالنسبه لي هذاك الفضاء وكنا جربناه يعني كيستوعب واحد العدد كبير ديال الناس ديال المتفرجين ديال اللي كيرتادوا الاخر، وخاصه حنا كنفتقروا لهاد واحد التنميه اللي في هذا المجال اللي هي في الفعل التربوي اللي كيخص المسرح، وهذاك فضاء ممكن اننا نشتغلوا مع الجمعيات اللي عندها الاهتمام باش يمكننا نوسعوه، وكذلك يكون عنده البيبان ويكون محمي، لانه فضاء ماشي سهل محمي، يعني حتى يكون فيه حارس ممكن. لا حارس هذه بالضروره، لانه كما قلنا الا ما الحاجه الا ما كانش عندها حارس وما عندهاش وما عندناش برنامج كذلك وما عندناش، يعني ما يمكنش ينجح، لان كتشوف تما كاين شي متسكعين، كاين الناس اللي ربما بعض المرات كتجبر شي ظواهر ماشي هي هذيك في واحد الفضاء اللي هو كاين تدمير المرافق العموميه، يعني بحال مثلا كديروا مثلا دوك الجرادين اللي من جهه حي شارع الاهرام تحت دايرين دوك فضاءات الاطفال كلهم مهرشين، يعني واش كاين شي اجراء انه
المواطن كيسول يعني كتبنيو حاجه وكتهدم لا في الحقيقه كما قلت يعني دابا انا بالنسبه لي دابا ما بقاش دابا انك تدير واحد الجرده وتصوبها وتقادها وتمشي لان يعني مازال المواطن مازال ما استوعبش يعني مازال ما كاينش واحد التحسيس كما قلنا قبيله الى المواطن كيجي وتيساهم كذلك حتى هو في هذا الشيء ديال 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 الملك العام انه كيتحتل راه نفس الشيء عاود انا بالنسبه للمواطن كذلك خصو يحافظ على الجرده خصو يحميها ولكن حاليا يستحيل مع الجمعيات السكنيه مع الجمعيات ديال الحي اقتراح مهم لان حنا كنا طرحناه وهذا اقتراح مهم اللي يمكن نمشيو فيه وكاين بعض الجمعيات كاين بعض الجمعيات اللي راه ناجحه نعطيكم انا مثال وهو الجمعيه اللي كاينه في حي الرشاد كاين جمعيه اخرى ديال بالضبط في ورطاس ولا هذه بعض الجمعيات اللي واخذه على عاتقها بعض الحدائق حتى انها تكلفت حتى كذلك حتى بالعداد ديال الماء هي اللي كتخلص الماء يعني مشات بعيد ربما يمكن تزوروا هذه الحدائق يعني انها وكذلك لانها كما قلت الجمعيه عندها الحراسه واش هذا المنتوراج يعني عندها حراسه ليليه وعندها كذلك حتى الجمعيه تقدر تحكم بها ومنطقه كذلك ربما جغرافيا انا اتفق معك هذا اللي خصنا نشوف فيه وكنتفق كذلك مع الطرف الاخر اللي طرح هذا السؤال ونشكروا على هذا الاهتمام المواطن كيسول على مشروع المحطه الطرقيه والباركينغ مشروع على المحطه الباركينغ يعني ما عرفتش القصد شنو ولا كاين شي تسيير معاق الباركينغ ديال المحطه الطرقيه كما هكا مشروع المحطه الطرقيه هو ان شاء الله غادي يكون غادي يخرج يعني في حسب المستوى الدراسه على مستوى الاوراق يخرج للوجود وغادي يكون ان شاء الله نقطه في جدول الاعمال ديال الدوره الجايه وغادي يكون غتكون في المحطه ديال غادي يكون في البلاصه ديال سوناكوس لان صافي يعني الامور راه مشات يعني مشات بعيد وغادي تقرر وغادي يكون ان شاء الله بشراكه مع المجلس الاقليمي غادي يكون هذه المحطه ان شاء الله غدار في اطار الشراكه اللي غادي ندخلوا معنا كذلك المجلس الاقليمي اللي غادي ياخذ المبادره وهو بالنسبه له عنده موارد احنا غادي نتعاونوا في هذه القضيه ديال المحطه اللي غتكون في سوناكوس اذا هذه القضيه ديال الباركينغ انا اتفق مع ولكن حنا كنفوتوا ديك الصفقه ورصت على يعني شي ناس اللي راه الان كيشتغلوا ودايرين باش نديروا واحد انا حنا كنصبغوا التروطوار باش نعرفوا من الى باش يعرفوا غير منين غادي يدي المكان ديال الخلاص في المثالي ولكن درنا في الفائض هذا ديال هذه الكوبيله ديال 500 مليون درنا واحد الفائض باش نديروا التشوير الافقي وكذلك التشوير العمودي يعني كل باركينغ الا تكون واحد اللوحه اللي فيها جميع المعلومات وفيها كذلك حتى الثمن واذا اقتضى الحال كاين بعض لي باركينغ اللي غادي يكونوا مجانا اذا كدير له اللوحه وكدير مجانا باش حتى واحد ما كيجي باش يستغل يعني هذا داخل في التشوير الافقي والعمودي اللي برمجنا له واحد الميزانيه المواطن كيسول كيقول سوق بايو اي مستقبل سوق بايو واش يمكن كاينه هذيك القطعه هذيك القطعه الان باش الاخوه يفهموا ان فوتنا كذلك في دوره وهي الان حنا صادقنا عليها كساحه عموميه ساحه عموميه وحنا دابا الان هذيك الساحه العموميه غادي نشوفوا يعني كيفاش يمكننا نستغلوها في اطار واحد الفضاء اللي استغلوه الناس وفي الحقيقه حنا ماذا بينا نشوفوا الناس اللي تمول لان الا غادي يجي واحد يمولو ويدخل معاك في شراكه ويعطيك واحد النسبه ويدير لك واحد المشروع ماشي ساهل يعني في ديك البلاصه لان راه ماشي ساهل ديك القطعه الارضيه ماشي سهله باش يمكننا ننفذوا هذا المشروع ديال هذه الساحه العموميه وكنشوف انا بحال نموذج ديال وجده يعني كاين بعض الساحات في وجده اللي ربما نتمنى اننا تكون بحالها وربما لماذا لا تكون كذلك حتى بعض المسائل ديال الترفيه تكون شي حاجه ديال الترفيه اللي ربما يجيو لها الناس تمايا وحنا ما بغيناش نعاود نرجعوها بني هذا هو ربما التخوف ديال المجتمع المدني وربما ان يوما ما تصبح عاوتاني بلانات ولا لكن هذا غير ممكن داك السياج المحيط كما كون راه توقف ودابا الان راه الحمد لله يمكن ما عرفتش كيفاش هداهم الله عاود راه يبان لك شي باقي واقف يمكن غيروا السلوك ولا فات المرحله ديال الانتقام كاين تحقيق ولا ما كانش كنا درنا واحد التتبع عن طريق الامن وكذلك السلطه المحليه وكنا درنا حتى شي كاميرا ولكن ما شدوا ما نقدروا شافوا الكاميرا صحيح سي مصطفى فاتح ماي 2016 بصفتك الكاتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل يعني قام الاتحاد بالتركيز على النهار الاحتفالي في التظاهره وكما قالوا عنصر جديد
حيت استطعتني في المانشين المغربي سي عوج لاحظنا اختلاف في الشعارات بحيث يعني تمت إعادة صياغتها بشكل يجامل الحكم في الحقيقه هو انا بالنسبه لي تظاهره مهمه اللي كنعبروا فيها على الانشغالات ديال العمال وديال دابا الخط انا بالنسبه لي اللي هي ما يمكنش غادي يكون شي توسيع ما يمكنش يكون شي حاجه اللي ربما لان بركان الان اصبحت يعني محاصره وما تلاش عندنا العقار وما تلاش عندنا فين نتحركوا فين ممكن نديروا مشاريع ونديروا انجازات. كيقولوا راه كاين شي توسيع من جهه ورطه. التوسع الان فقط هو كيكون تقني وكيشمل كذلك حتى هو اداري لان كاين بعض الظواهر الان اللي راه اصبحت عندنا مشكل مثلا غير البناء العشوائي تمشي للجهه ديال الاخر واش نحسبوا على فزوان ولا نحسبوا على بركان. راه جبرنا مثلا ملي كتشوف حتى ذاك التراساج ديال الاخر واحد النص ديال الجامع تابع لفزوان والنص الاخر تابع هو غير جامع واحد يعني هذا اشكال دابا مثلا ما هو تقني ما هو اداري انا اتفق معك ولكن حنا ان شاء الله عازمين وهذا ما يمكنش يدار الا بعد 10 سنوات لانه الان تصميم التهيئه راه فاتت عليه واحد يمكن 2000 يمكن واحد 4 سنوات او اكثر على ما اعتقد ولا 6 سنوات لما خدش الذاكره باش نديروا تصميم اخر ديال التهيئه باقي لنا يمكن شي 4 سنين اللي باقا ولا درنا 4 ما عقلتش بالضبط ما عنديش التاريخ بالضبط ولكن ما يمكنناش نوسعوا بركان ما يمكنناش الجامعه ديال بركان توسع ونزيدوا الى ما كانش عندنا تصميم التهيئه اللي غادي نصدقوا عليه يعني كل 10 سنوات كيتبدل هذا نضيف لك انا حاجه اخرى هو الان حنا حاصلتها في المقبره اللي ربما جبت على سبيل يعني هو انه المقبره الان ما كنشوفوا المقبره المحمديه راه حنا دابا الان الهاجس ديالنا هو بحث عن المقبره وكنشوفوا اننا ممكن نتفاهموا مع جامعات اخرى اللي هي في زوان ولا ربما زكزل باش تدفع على واحد المقبره جماعاتيه اللي يمكننا نتعاونوا عليها جميع يعني باش نحلوا المشكل ديال بركان. المواطن كيسول على تقييم التجربه ديالكم مع حزب الاسرى المعاصره في المجلس. وهي تجربة أنا ما يمكن لي نقول بأنها تجربة ناجحة وتؤدي الدور ديالها وإن كانت هناك نواقص لأن بعض المرات أنا كنعطي واحد التقييم إجمالي لأنه إلا ناقشنا ذوك الجزئيات يعني كاين شي أمور ماشي هي هذيك ما تتعجبش ولكن ماشي هي المحدد أنا الوقت اللي غادي نقولوا الديرها انتهى وهذا الشيء ما خدامش وهذا التحالف ما خدامش والوقت اللي غادي يوقع على بنود ديال حنا الان انتهى كما قال السيد الامين العام السيد كركر انتهى الكلام الان نحن نعتبر هذا التحالف ان شاء الله غادي ينجح وغادي نديروا الجهد ديالنا بجوج كمكونات ديال التحالف باش هذا البرنامج هذا ان شاء الله ينجح وهذه التجربه هذه تنجح ان شاء الله البرنامج ديالنا ننفذوه والتجربه كذلك تنجح لان الاخوه ديالنا في التحالف حتى هما حاسين بنفس المسؤوليه وما يمكنش غادي يتراجعوا يوم من ما يقول لك اودي هذا التحالف راه حنا ما بقاش عندنا خيار وقلناها وعودناها والاخوه تما تيكرروها ما بقاش عندنا خيار باش نتراجعوا ورجعوا للور الان حنا مطالبين باش نتجاوبوا مع الساكنه اختارتنا الطرق اللي الاخوه كل واحد كيشوفها من جهته اذا الساكنه اختارتنا خصنا مطالبين باش نتجاوبوا معاهم ما يمكنش يكون خيار اخر والا غادي يكون عندنا لعبات ونكونوا طبيعي الحال غادي يكونوا مشاكل جزئيه حاجه منا ولكن ماشي كما قلت هي المحدد التحالف ان شاء الله سيستمر وان كان هذا التحالف هذا يعني كيشغل الكثير ويراهن الكثير على فشله وعلى تشتته يراهن الكثير على اننا ما نديرو والو انا ما تكونش عندنا نظره مستقبليه وهذا كله انا كيبان لي كلام فارغ وما غادي يكون غير العكس فاحنا صامدون وغادي ان شاء الله واخا نخطئوا وغادي وان اقتضى الحال اننا نقاوموا بعضياتنا ونقاوموا الاعوجاج اللي كاين لان الهدف شنو هو؟ الهدف ديالنا هو نخدموا الساكنه ونحاربوا كذلك الاسترزاق ونحاربوا الظواهر اللي ماشي مشينه اللي كتسيء العمل الجماعي حنا غادي نوقفوا جميع ضدها ونتعاونوا عليها ان شاء الله باش المدينه ديالنا تاخذ واحد الصوره جديده وتغير ويكون فيها واحد لافالور اجوتي مع هذا التحالف هذا اللي كنتمنى ان شاء الله انه غادي يكون ناجح وغادي ينجح ان شاء الله ما دمنا يعني موجودين فيه. مواطن كيسول على مشكل الدراك باش نجاوبوا بان السيد مصطفى القاوري ديجا كنطرح واحد السؤال
وزير الصحة راه كتسنى على الجواب ديالو. غير دابا الإخوان السؤال طرحته وهذه مؤخرا يعني الاثنين اللي فات كنت الآخر تأكدت بأنه الآن فات هو الآن عند الوزير يعني باش يكون الجواب، ولكن غير الإخوة يفهموا لأنه دابا هادشي سيرتو هادشي ديال الحكومة دابا ديالنا حنا مشكل صراحة، وإن كان الفريق ديالنا يشتغل، حنا الفريق ديالنا يشتغل. أنا نقول لك الآن كنناقشوا الأوراق ديال المالية ديال 2017 كنناقشوها وإن مازال الحكومة ما دارتش. إذا هاد القضية ديال الأسئلة فحنا راه الإشارة ديال الجميع، وغادي إن شاء الله نتبع هذا السؤال ديال الدراق. وفي الأسبوع اللي فات كنت تما في الدراق ولاحظت شي ظواهر أخرى اللي إن شاء الله غادي نثبتوها وغادي نحاولوا إن شاء الله باش نعالجوها ونديروا كذلك المساهمة ديالنا فيه. واحد السؤال ديال واحد المواطن كيقول البرامج المبرمجة لنظافة البركات يعني واش كاين شي برنامج جديد على هذا؟ أنت كنت قريت واحد المرة بأن كتبنا واحد المقال على أنه واش فشل التدبير المفروض، وأنت قريت بأنه فشل التدبير المفروض. لا هو لم يفشل. انا ربما تكلم من الزاويه ديالاش، الزاويه ديال الاكراه، ديال الاكراه المالي. والى حد الان راه الا انا كنقول خصنا نراهنوا على الاستثمارات، راه الا ما درناش استثمار في هذه مجموعه الجماعات اللي ممكن نمشيو فيها بعيد، لان تصور شركه كتجي عندك كتقول لك اودي انا بالنسبه لي هذه النفايات اللي عندك كانت كيعتبروها بحال شي كنز، وهذه شركه امريكيه كتقول لك اودي انا بالنسبه لي هذه النفايات نعطيك زيرو 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 ديشي، حتى حاجه ما ترمى، حتى حاجه ما تدفن، كلشي كي وما يتحرقش ما كيتحرقش، ونعطيك زيرو. معناه هناك اللي غادي يمشي للغاز، كاين اللي غادي يمشي لاخر سميتو الاملاح المعدنيه، يعني في التالي كتجبر عندك زيرو ديشي، وهذا مهم. اذا الاستثمار في هذا المجال غادي يخلي اننا نتغلبوا على المشكل المالي. وهذا المشكل المالي منين جاي؟ جاي من الجماعات. كاين جماعات فقيره كتقول له حط لي 100 مليون يقول لك انا مثلا بعض الجماعات السيدي بوهريه، جماعه ديال الاغبال، جماعه ديال الاحفير، الزل الى اخره، هذه جماعات اللي مازال ما كيقدش يدعمك ويوقف معاك في الليل. كاين داك دايما لك واحد 60 مليون، لك واحد 60 مليون، ربما لك كذا، وانت كيفاش غادي تكمل؟ اذا هذا اشكال ربما اللي عند الجماعات اللي بغينا حنا نتحداو. وعندنا واحد اللقاء في الاسبوع المقبل ان شاء الله مع السيد الوالي اللي مكلف هادشي ديال الماليه على مستوى الاخر، باش نشوفوا كيفاش نحلوا هذا المشكل ديال السته ديال الملاير اللي هي في الذمه ديال مجموعات الجماعات. السي القاري كاين سؤال اخير. البنيه التحتيه، كما كان انا كنا كتبنا واحد المقال بان مدينه بركان مدينه جبلوريه، وبحسب غير اللي عنده المراه ديالو حامل اللي كيدور في الزناقي بزاف اللي كيتمشى، المهم كيهضر الطريق، كيقول بانه المسؤول قليل فينا اللي يحس بالطريق حيت عنده كات كات، حيت عنده داك الشيء صح. البنيه التحتيه واش كتشوف؟ انا مواطنين، نحن جينا كمواطنين مع الطريق يعني ما با 100 متر الا وادي تبين جوج ثلاثه ديال الناس. انا اتفق معك باش نتقدعوا كاع. وان كان يعني بركان بالنسبه لي راه الاخوه خصهم يرجعوا لهذه السنوات يعني يشوفوا يعني كيفاش كانت الامور يعني، ولكن هي غدا في الاتجاه الايجابي. حنا الا هضرنا غير على التجربه ديالنا حنا الجبهه الحاليه، هو اول حاجه درناها وهذه راه غتكون ان شاء الله في البرنامج، هو دراسه لجميع الشوارع والازقه. يعني تكون عندنا دراسه ديال كنقول دراسه معناه شنو عندي المساحه الارضيه ديالها كيفاش دايره، هادشي كيكون هذاك اللوفي توبوغرافيك ديال كاع هادشي، يعني دراسه يعني اللي بغينا نقولوا مدققه وكتكون عندي موجوده باش يمكننا ندقوا البيبان ديال الصندوق ديال الجماعه ديال الفك. كذلك كنشوفوا مع الجهه، والجهه ربما راه خرجت معنا في واحد الاحياء اللي راه الان ناقصه التجهيز، باش حنا بغينا نقولوا ان شاء الله باش ما نخليوش انا الحال العكس، يمكن نقول لك هنا الشارع ما كاينش مشكل، ولكن اللي كتدخل الزلاقه وتدخل بعض الاحياء يعني متفق معك كارثه، يعني اشكال، وهذا ما غاديش نبقاو نتفرجوا فيه. ولكن قلت لك يعني انا كنقول لك اش غادير 300 مليون جبرتها قدامك، ومن السنه الاخرى عاود 500 مليون، وفي الحقيقه راه كاين حوايج اللي ربما بغينا نمولو ما جبرناش باش نمولو، فما ادراك بالبودرون وكذلك بالبنيه التحتيه اللي كنشوفوها بان بنيه تحتاج منا الى عنايه. خصنا نقلعوا هذه المعاناه اللي كما قلت انت، المعاناه ديال المواطن اللي كيعاني منها. احنا في مدينه حضريه
جامعة حضرية ما يمكنش غادي نبقى انا في هذا الوضع هذا اللي ربما بعض المدن بعض الجامعات مشات بعيد غير هنا مشات بعيد في هذه القضية ديال المشكل البنية التحتية قبل يوصل ان شاء الله لقمة البرلمان. هو كيبقى امر يعني ديال محلي، وكيبقى يعني امر محلي لانه هذا خدمه في البرنامج ديال الجامعه المحليه خاصها تبرمج انها خاصها دير الكودرون، ولكن ممكن اننا ندقوا البيبان في اطار الدعم، اننا نجيبوا دعم، اننا غير نخلقوا بعض التواصل، يكون شي تواصل ملي كتواصل انت مع جهات. نعطيك مثال دابا غير البارح الجمعه تواصلنا مع واحد القطاع خاص، قال لك ودي راه ممكن انا نتكلف، ولكن حتى هو كيبغي يربح، ولكن بالنسبه لي ماشي المشكل يربح، ولكن اللي غادي يربح في التالي هو ذاك المهني وذاك الحرفي ولا ذاك المواطن. اذا الان بالنسبه لنا غادي نكونوا ان شاء الله صله وصل باش يمكننا نبحثوا على مصادر ديال التمويل باش ان شاء الله نكون عندنا الكره. اسمح لنا اخر سؤال، مهاجم مغربي كيقول لك كما كتشوف مراتنا وصلنا واحد الفيديو مواطنين مهاجرين لدار المهجر، المهم كيهضروا على مدينه بركان، كيقول لك كنكونوا في مدينتنا كنجيو كنلقى تواصل معنا لا في الحقيقه درنا واحد سميت، ولكن ربما يمكن ماشي مع الجاليه كامله، مع في اطار الشراكه ديال الجمعيه ديال اللي كانت العائلين ديال هولندا، ودرنا واحد سميتو تواصلنا معهم، وكذلك حتى في اللقاء ديال الصيف اللي فات كنا درنا مع الجاليه، وان كان الحضور كان ناقص، ولكن حنا راه الاشاره، حنا بالنسبه لنا غادي ان شاء الله في هذا الصيف هذا باش يكون عندنا واحد البرنامج معاهم بالضبط، وكنا خططنا حتى في اللقاء السابق، ولكن درنا غير النص ديالو، كنا درنا حتى واحد النص اخر ديال ما هو استثماري، بغينا باش نوريو للجاليه يعني شي حوايج اللي ممكن انهم هما تا هما يدعمونا ويساهموا كذلك في البحث على مصادر كذلك ديال التمويل، لان هذه مدينتهم وهذه بلادهم، فهما كذلك معنيين وكذلك يساهموا، ولكن حنا كذلك مسؤولين مطالبين باش نقادوا هذه البنيه هذه التحتيه ديال المدينه ديالنا، وكذلك يكون عندنا واحد الشراكه حقيقيه مع هاد الاخوان المهاجرين اللي راهم تنقدروهم ودائما تنكونوا في راه الاشاره ديالهم وكنرحبوا بهم، وكذلك ما يمكن الا نقول بانه يمكن نضرب لنا مواعيد ان شاء الله باش نديروا واحد التظاهره كذلك اللي تكون ان شاء الله بالمناسبه ديال العوده ديالهم لارض الوطن في الصيف الجاي ان شاء الله. السي القاوي شكرا على شديناك بعيدا معنا. مرحبا. الله يرحمك. شكرا لكم. اسمح لي بزاف. الله ينورك.